السلام عليكم. هون وقفنا بلعبة دراغون بول زي زينوفيرس الجديدة على البي سي وعلى الكونسولز، ولعبة 2015 لهاللعبة، يعني شغلة كبيرة. طبعا مثل ما شفنا بالحلقة الماضية، وصلنا لهون لعالم مفتوح. أول شيء بيقولوا لنا لسه ما بلشنا بشيء بالكويستينج بالليفلينج. ما لعبت أبدا أوفلاين طبعا، عم بكتشف كل شيء مع المشاهدين. بستارت فينا نعمل كوستمايز، نشوفهم هيك بشكل سريع. بلاحظوا إنه حيكون في عنا تغيير للملابس، تغيير لكل شيء، أكسسوريز بنضيف شغلات، الوان، كثير في شغلات بتتغير. المهارات تزيد من طاقاتك باشياء معينه. عندنا ثلاث نقاط لنزيد ب كاركتر تبعنا. شو بدنا نزيد؟ عندنا الماكس هيلث، ماكس كاي، ماكس ستامينا، ماكس اتاك، يعني الطاقه الكامله. طبعا السريه الكاي هي اللي بتعمل فيهم سريات، والستامينا اتوقع التعب او التحمل، ما بعرف شو ممكن يقصدوا فيها. بين اكتر بيزك اتاك، سترايك سوبر، وبلاست سوبر. بيزك اتاك حنزيدها واحد لانه اكتر شيء حنستعملها. ممكن الطاقة الكاملة نزيدها واحد، واخر وحدة وين نحطها؟ يعني احنا فينا نزيد الطاقة، فينا نزيد الدمج بشكل عام. يعني متحير مين اهم، السترايك سوبرز لسه ما بعرف بالضبط شلون حيكونوا، ولا الكاي بلاست سوبرز. خلينا نحط هاي وحده مبدئيا بهذا الشكل. بعدين ممكن نغيرهم. شايفين هدول كله بيتغيروا، لسه كله ما عندنا شيء، ما عندنا شيء، ما عندنا شيء. بلاير ليست ما في شيء، والشنتايه طبعا شنتايه فاضيه. اللعبه لساتها لساتها اولا، ما في شيء. هون بيقول لنا اذا حابب احكي مع ال هذا اسمه كولد فريزا. طبعا اذا بنكبس ال جرب وحده. ايوه في هيك شغلات كلياتهم، مثلا تحيه كلياتهم موجودين هذول عاملينهم باللعبه. اذا هون في كويست، لانه في اشاره استفهام حمراء فوق اللاعب. كلوكي سم باي شيرون بيقول لك انت لواحد جابك التنين، وانت شكلك سبيشال مميز. عم حاول يعني اترجم اي كلام اذا في شيء مهم. اذا احتجت اي شيء تعال عندي. طب وين الكويست؟ ما في كويست. طيب ماشي، نعمل ويف هيك سريعه. اذا شكله الكويست هون، اذا فهمت هون. هون اتوقع، اتوقع هلا بين معنا هي حتكون اول كويست بنعملها، او هي شكلها بعتتنا. هلو، هي اذا نعمل شات مع العالم، مع البني ادمين، لانه اللعبه اونلاين. طيب تمام. اذا مثل ما شايفين محل ما انا، كل بوابه بتاخذك من هن ثلاث تلوت او ثلاث اقسام، كل بوابه بتاخذك للقسم اللي بعده. مثل ما ملاحظين في بياعين بالصورة، باين انه هن بياعين. مثل هذا شكله بياع مثلا. مرحبا يا بياع، ما عنده شيء شكله. محل اواعي، هوب ليكو، هذا اواعي على اساس. فرجينا شو عندك بس هيك. لا ليش ما عم يخلينا ويلكم؟ عم يقول لنا انه هو مسكرين المحل، مسكر. هدول واقفين هون، ما في كوستات عندهم. طيب طبعا بالماوس تحريك الشاشة، ما بعرف كيف بالجويستيك ممكن الواحد يحرك شاشة. لسه هون في كويست. واحد اسمه لاس. انت هل انت ال هل انت الحدا الجديد اللي بس نشوف انه في شيء زر لهذا الموضوع؟ ما في، جربت كل الازرار. اذا ال L1 وR1 الحكي فقط، وهيك خلص حفظنا الازرار. معقول هي بيقول لك انفورميشن، في معلومات هون. يو كان سي ليدر بورد، لسه ما فينا نشوفهم. يعني كل الشغلات على فكره ما بيخلونا نشوفهم، لانه لساتنا مثل عم نستكشف اللعبه. طيب انا حقولك، وفي شغله اسمها بالقسم اللي ما فتنا له لسه، في اس، يعني هي قسم التحديات اتوقع او هيك شيء. هلا انا راكد بطريقي العوده ل المكان الاول، بركي بقدر بلش الكوستات من عند ترانكس. وين ترانكس؟ لا
كان هون. طبعا بدي اقول انه مثل ما قلت ما فينا نحذف شيء من التختيم هذا، مشان اللي عم يتابعونا خطوة بخطوة. شو توكي سيتي سي تايم باترول تراي توكي، بده يانا نحكي مع بده يانا نحكي مع التايم ترافلر. هدول الاشياء أنا الفكرة انه بس بدنا نحكي مع الكل اتوقع، يعني هذا حكينا معه صح؟ كلوكي حكينا معه، هذا ما حكينا معه. مثل ما شايفين احيانا في كلام بيكون بلا طعمة، بس عم بشوف في شيء هنيك يا ترى. تعال نشوف. هو امورا سلام عشان اندر ما في شيء. هون اتوقع بنحط الدراغون بول اذا جبناهم كلهم، اذا جبنا كل دراغون بولز بنحطهم هون. طيب هون في اشارة استفهام، تعالوا نشوف شو وضعها. ريتان باتر ديفند. طيب بدنا طاقة لن هذا. اتوقع كل ما نحكي مع واحد على راسه اشارة استفهام بنكون عم نحل الكويست تبع ترانكس. اتوقع هيك الفكرة يعني بهالبساطة. ها هي اشارة خضراء، يمكن هون بتخلص. اخذنا انرجي كبسول اس. ما بنعرف لسه كيف نستعملها. فوت لهون ولا في شيء تاني ما حكينا معه؟ فرجيني بس الخريطة وين تدي هي. لسه ما فينا نعبر هالبوابة هي، لسه بعدين كمان. تايم سبيس دليفري هون بصير الدليفري تبع المرور عبر الزمن او هيك شيء. اتوقع حكيت مع الكل. حروح هالمرة للجزء اللي ما رحنا له قبل شوي، وبهالطريقة بنشوف شو عم بصير هون. ايوه اهلا. اوف لاين اوف لاين يعني مسكر، مثلا ما اوف لاين يعني ما في ريجستريشن. هذا اون لاين، معقول هذا يكون شغال؟ التسجيل حاليا ما له شغال هيك عم بيقول. طيب هذا ما بتوقع هذا آلي، ما مهم بشي، بهمنا احنا العالم. مثل يمكن هذا جوما مثلا. لا اونلاين باتلز شغال هذا. طيب ما في، كله عم يقول لك انه عمل كوستات او هيك اشياء. هي ارنت الفيرسز او الفايت. هي اشاره حمراء. مين شفها؟ حدا لسه ما حكينا. طبعا كل هالحركة عم يساووها على فكرة بس مشان نستكشف الخريطة اكتر. كله حكينا صح؟ وهي شفناها بغير مكان ولا نفسها؟ نفسها. خلص روح على الجزء الاخير. هات حكينا معه. ما فينا نعمل سرعة هون، ما فينا. هلا بعد ما احكي مع هاد اتوقع بدي ارجع لعند ترانكس وانتقل لكويست جديدة او اسوي شيء. طبعا ما انا عاملينها كثير سهلة البداية، بس السبب هذا شو؟ وهي شو؟ السبب يمكن مشان الواحد يشوف كل كل المكان يعني، او يستكشف كل الاشياء. طبعا بحكي انا مع كل الخيارات مشان هذا شو. اوكي مثلا. طيب هذا اخر واحد مفروض. اتوقع حكيت معهم كلهم خلاص. هلا مفروض ارجع لعند ترانكس وقول له انه يبلش لي الرحله. يو حكينا معه شوي. هون في شيء ما شفناه؟ ما اتوقع. يلا ترانكس. خالصين مزبوط مثل ما قلت. بعد ما نحكي مع الكل بنرجع لعند ترانكس لننهي الموضوع. تمام بيقول لي انه هو مبسوط انه واحد قوي مثلنا حيشارك ومدري شو. تعال من هالطريق لتبلش الرحله تبعك، هيك تقريبا يعني خلاصه الكلام اللي هو عم يحاول يحكيه. خلاصه
الزبدة تبع الكلام. إذا أخذنا We على call غرفة this the جديدة time nest. اسمها عش الوقت. The supreme guy of time lives here and manages this entire place. أقوى واحد بال السوبريم كاي تبع الوقت. We also have the time vault. It has many important مثلا الوقت بيعيش هون. وكمان في مثل خزينة الوقت. There's something I need you to take care of. Not a big deal. So let's head over to the time. فرجينا اياه لنهتم فيه. ما له قصة كتير كبيرة بس بفرجينا اياه. طيب تعالوا نروح نشوف شو هي. ايوه هي شكلها الخزينة من جوا. البنك تبع الوقت. طيب. This is the scroll of eternity. All of time. All of history. Everything. It's all listed in here. كل شيء مهم صار بالهيستوري موجود بهالورقة هاي أو بهال. Here. Just take a look at. تبع الوقت. طبعا لعبة خرافية يعني والحكاية كلها خرافية بس إنه مسلية. وبيجي بيقول لنا تطلع على السنة 761. بيكولو عم بيقاتل وهدول الساينز وقت كانوا على الارض على اساس بوكو بياكل الضربه وبيروح فيها. وهذا كان مع بوكو بيقضي على بيكولو. اتوقع هذا اللي صار. ايوه يمكن احنا نرجع لهالفتره الزمنيه ونصلح الشيء اللي صار يمكن. هلا بيفهمونا شو الفكرة تمام. عليكم هذا اللي احنا اللي عم نشوفه على اساس. طيب as you can see if history is in any way altered or distorted it could change the world as we know it. اذا اي شيء بالتاريخ بيتغير العالم كله بيتغير. We have to stop it. We can't let history لازم change. نوقف الموضوع. Right now Goku is in trouble and needs help. بالوقت الحالي جوكو بده مساعدة. وبروح انا هلا لساعد جوكو بهذا الوقت من الزمن وبندخل لاول كويست فعليه لنا باللعبه. شوف شو وضعها 761. ليكو هون جوكو كان عم بياكل ضرب. This is your last chance. وعم بيقول لجوكو هي اخر فرصه لك. هي بيكولو كان عم يساعده اثنيناتهم عليهم عم بيقولوا وبيقول لجوكو انه انضم لعائلتك. Look. أهلاً. I'll do you a favor and spare you both. Shut up. There is no way I'd ever join you. وجوكو بيقول له طبعاً أنا ما مستحيل إني أنضم لك. بيقول له معناته وقت اللعب انتهى. شكله رحنا وصلنا. لا مو رحنا. أيوة. Leave my daddy. هذا ابن جوكو. ايوه اهلا. يو حبيبي حتى ابنه كمان ما في انا كمان. اهلا بس ما بتوقع بصير له شيء وقتها. وصلنا على أرض المعركة وبلشنا نغير بالتاريخ مبدئيا. Someone you know, Goku. وبيسألوا هل بتعرفوا هذا هذا يا جوكو؟ لا ما بعرفه. I'm pretty sure it's someone we can trust. بس عم بيقول إنه هذا شكله واحد إحنا ممكن نعرف. إذا شكله أول معركة هتكون 3-1. ما بعرف هلا نشوف. 3-1. هل Invasion of Earth Sign Warrior Redis Defeat Redis. طبعا لازم فينا نخسر وفينا نربح. ما في سيف باللعبه اتوقع. يعني يا بدك تربح يا بدك تخسر. اذا خسرت الاتش بي بتروح. اذا ربحت بتفوز. ردت نشوف شو وضع شو الوضع. نحاول نربح. بلش هو يهجم علينا وتعال نشوف شو رح تكون المعركه. No matter how much trash there is it's still trash. Hey can I get your help? Don't be a drag. Can you hear me? لاحظين انه في ثلاثة عدادات طاقة انا وجوكو بيكولو بينما على اليمين في بس طاقة واحدة على رادس. كلياتنا عم نضربه من كل الزوايا. ما بعرف شو بده يربحنا اصلا. اوه عم بكتب سوبر اتاك. Please,
أهلا. حلوة. تحرك بسرعة، تعال ننطلق لعنده بسرعة. هيك 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 هيك. كاكاروت، are you going to kill your only brother? Super God. Horrible. Heartless guy like you is not my brother. I quit. I give up. I leave this planet. Quietly. Okay. Don't let him fool you, Goku. He'll never do something like that. وهي الضربة الكاملة. يا سلام، هي حلوة كومبو. يمكن إذا اثنين كانوا بيلعبوا مع بعض على ورا بعض صار مع بعض استوقع وصار هلا. نعم، كثير صعب واحد يربح ثلاثة. ما بعرف إذا كان اللاعب حقيقي ضد ثلاث لاعبين حقيقيين شو ممكن يصير، بس رانك A كويست سكسس وفانكوشر ونو سويت. هي الجوائز ما معناها يعني. وصلنا لفل 3 مثل ما لاحظتوا، وشكله غيرنا التاريخ. What are you doing? Now, Piccolo, do it! Special beam. بيكولو بيستعمل السبيشال بيم ليقضي عليه. اوه، جوكو راح فيها بالطريق. لا يا شباب، راح جوكو. ايوه، هل هذا معناها انه جوكو يعتبر مات ولا لا؟ هي اصابه بس ما بنعرف، اجت مخففه ما مخففه. هلا بنشوف. ونحن طبعا شكله نحن خلص رجعنا للمستقبل. نعم، اتوقع رجعنا للمستقبل بعد ما صلحنا خطأ شرير بالماضي. Thank you so much. That was wonderful. I didn't think it was your first time. هذا الشيء ممتاز انك انت عملت هيك وما كان متوقع. You corrected the timeline. Good job. And with no side effects either. وظبطت التاريخ بدون مشاكل تانية. والورقة كانت مثل متلوثة او في عليها هي الطاقة السوداء. Once we have the supreme kai of time, put it in a scroll, it'll all be done. إذا كل سكرول بيكون هيك عليه طاقة وبيروح عليه معناته مثل خلص. You don't have to worry about Goku. It's fine. He'll be revived with the track. ما تخاف على جوكو، أموره بالسليم. And well, that scroll isn't the only one with a history. وهذا السكرول طبعا مو الوحيد اللي بده تحدد تظبيط في كل شغلات. Just talk to me whenever you're ready. Take your time. بيقول إنه احكي معي إمتى ما أنت جاهز وخد وقتك. وطبعا عطونا achievement بالستيم. You can now use all shops in the shop area. يعني كل المتاجر صارت فاتحة عنا. وترانكس عم يستنانا. المقصود بالموضوع انه اذا نروح نحسن ايتماتنا، نعمل اي شيء بدنا اياه فينا. بس بدي اشوف شغلة. Change equipment. في عنا شيء مثلا؟ ما عنا ولا شيء. بدنا نجيب سكيل ست كمان، ما في عنا شيء صح؟ ما في عنا، هن ثلاثة. سوبر اتاك في. التيمت اتاك لطيف، قديش في شغلات. التيمت اتاك، فول باور انرجي بلاست فولي، بدنا كل هدول. طيب. وسوبر فرونت جامب. طيب ماشي ماشي ماشي. بوست اتربيوت، في عنا اتربيوت، نعم في عنا ثلاثة بوينت. طبعا قولوا لنا، انا ححط هلا ثلاثة، بس قولوا لنا بالكومنتات شو رأيكم، أي أحسن ثلاثة نصير نركز عليهم ونصير نزيدهم. طبعا انا يمكن عم فكر يكون بالانس يعني كله مثل بعضه، بس بعد شوي. هلا ححط وحده هيك، وحده ستامينا وواحده بيزك اتاك. انا بستعمل ليش حطيت هدول؟ لانه هدول الشغلات اللي بستعملهم كثير، بس بعدين بالمراحل بعدين بدها تصير على بدي ركز على الاتوقع على الضربات السريه، يعني مشان دمج الضربات السريه. باتل ايتمز اديت فيكس شات بريسيتس، هي فيها شيء؟ هي اذا كان في عندنا تغييرات. بلاي داتا، هي الشغلات اللي لعبناها. وانتم شايفين طبعا لعبنا بس مباريتين، اللي هن معركتين يعني، هن تختيم اللعبه. ما لعبت ابدا اوفلاين. والشنطه والاوبشن اذا فيها دول ما في شيء. اذا امورنا هيك تمام.
فينا نروح على الشوبات بتاعت ما في داعي، يمكن لانه ما معنا شيء لسه بكير كثير لنجيب اي شيء. بالحلقه القادمه بدنا نكمل الرحله، نروح لعند ترانكس ونظبط شيء بالتاريخ. مثل ما لاحظتوا اعتبارا اتوقع رأيي الشخصي، ما بعرف اللعبه طبعا، لعبه جديده 2015 وما بعرف، بس اتوقع اعتبارا من الحلقه القادمه وما فوق المعارك حتصير اكثر بكثير وحماسيه اكثر، ما عاد في استكشاف كثير، خلاص اكتشفنا كل شيء باللعبة، صفيان بقى نعمل مهمة، وإذا أخذنا ميزات أدوات كذا نلبسها نستعملها لنفوت على اللي بعدها، وبعدين نقاتل لاعبين حقيقيين وهيك أشياء يعني بالمستقبل أتوقع. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة بلعبة دراغون بول. برجع بذكركم، بعرف إنه اللي عم يشاهدونا كتير بيحبوا اللعبة، بس بعرف كمان إنه كتير ناس بيحبوا هالمسلسل وما عندهم أي فكرة عن إنه اللي إحنا عم نحطه. بتمنى من الجميع إنه يعملوا ريتويت، شير، فيفوريت، لايك، يكتبوا أي تعليق. إذا خلصوا أو إذا كملوا هذا المقطع للآخر، يعني تكتبوا هاشتاج مثلا دراغون بول، بس هيك هاشتاج دراغون بول مع عمر. إذا كملتوا المقطع هذا الآخر اكتبوه، هي إن كان على الفيسبوك، على اليوتيوب، على تويتر، على كل شيء، هاشتاج دراغون بول مع عمر. فيك تحط بيناتهم خطوط تحتية بين كل كلمة والتانية، فيك تكتبها كلها موصولة، ما بيأثر. منشوف هيك التفاعل أكتر شوي، وإن شاء الله يعني بيضل بيزيد التفاعل على اللعبة، وبنقدر نوصلها لمراحل كبيرة، لأنه إذا صار تفاعل كبير هي سلسلة ممكن توصل لحلقات كثير، مئات الحلقات، ويعني مشروع كبير جدا، خصوصا لعبة تلفيل وكوستات ومهمات وثلاثة على ثلاثة. اليوم شفنا ثلاثة على واحد، يعني شيء رائع. بشوفكم بحلقات قادمة إن شاء الله. كان معكم عمر أول جنجن ون، ومع السلامة.